في ايادي خارجيه، وربما يكون الموضوع متفبرك، او ربما مثلا تكون داعش او من قام بهذا الفعل هو صنيعه امريكيه عشان يقوم بالقضاء على اي ثوره محتمله حقيقيه تحدث في ليبيا، ويكون هذا غطاء لدخول عبد الفتاح السيسي اللي بيلعب لعبه مسافه السكه مع الجميع. بس اسمح لي، بس كان ليا تعليق بسيط. تفضل. عاوز اقول ان في حته مهمه أشار إليها المهندس هاني، وهي أن مصر مقبلة على خطر كبير في ظل عبد الفتاح السيسي، ولذلك احنا بندق ناقوس الخطر وبنحذر، بنقول أن دلوقتي أصبح دلوقتي مصر مقبلة على مرحلة صعبة. إذا كان القتل على الهوية، القتل على الديانة، القتل على البدلة واللبس اللي انت لابسه، يعني بمعنى في الآخر أول ما يكتب على بيتك أو عليك قول ده إخوان، يعني بقى دمه هدر لشريحة من الناس. فكرة أول ما أقول إن ده عسكري، حاكم التفتيش، أيوة، أو اللي حصلت في أسبانيا، أو أقول إن ده عسكري أو ضابط ممكن يكون فعلا عساكر استخدمهم السيسي وقتل بهم الشعب المصري، إنه ممكن يكون عساكر من أبنائنا الغلابة جاي من الصعيد ومغلوب على أمره وكده، واحد يلقى في مكان يروح ماسكه وذبحه ولا يديله رصاصة في دماغه، او زي ما حصل كده، يعني تيجي تطق في دماغ بعض الناس وتبدا الحاله الطائفيه تبدا تنفجر وتتشعل النار، وتلقى بعد كده تلقى ناس جابوا مش عارف 50 60 واحد وقفوهم، بدل ما بتحصل في ليبيا تلاقي حصلت في مكان في مصر، حصلت في منطقه معينه، وده خطر كبير جدا بيهدد النسيج المجتمعي. احنا من 1400 سنه واحنا عايشين مع بعض، ما فيش اي مشاكل، الناس بتاكل وتشرب مع بعض، والناس بتحب بعض، والناس عايشه مع بعض وبتساعد بعض، وتلقى في المناسبات كان لما تحصل مناسبة هنا ولا مناسبة هنا وده بيروح وده بشكل حقيقي، بعيدا بقى عن شيخ يبوس السيس وأسيس يبوس الشيخ. لا انا بتكلم بشكل عن الحياة الطبيعية العادية خالص. فالوضع دلوقتي بقى خطير خالص، يعني بمعنى لو الروح دي بدأت تنتشر، وروح الكراهية دي بدأت تزيد، والثأر اللي اتكلم عنه السيسي كل واحد ياخد حقه بإيده وانا بدعو الشعب للثأر، ده مصيبة كبيرة خالص. هتلقى في الحالة دي مجموعة ماسكة 50-60 واحد من هنا بتبحوهم على انهم كذا، ومجموعة بتبحوا دول على انهم عسكر، ودول بتبحوا دول عشان اخوان، ودول علشان اقباط، ودول علشان ليبرال او علمان. مشكلة كبيرة خالص حتى ممكن تلحق بمصر نتيجة العقلية اللي عبد الفتاح السيسي بدفع بها مصر نحو الاحتراب الاهلي، واصبح بيزود الامر اكتر من كده، بدأ يعمل يعني خروج عن الحدود، يعني بمعنى المصري الملايين اللي قاعدة في ليبيا اقصد في اليمن اصبحوا هيبقوا مهددين بعد كده بالطرد او بالقتل. طبعا. الملايين اللي قاعدة في ليبيا مهددين بالقتل او بالطرد. مشكلة كبيرة عبد الفتاح السيسي بيعملها للشعب المصري كله جوه مصر وبره مصر، لا اللي جوه يعني عايش ولا اللي بره عايش، ولا الاسلامي عايش ولا الغير اسلامي عايش. ده مصيبة كبيرة جدا، لازم الشعب المصري يبدأ يفوق، الشعب المصري يبدأ يفكر. وانا اتكلم لما بتكلم عن الشعب المصري اقصد المسلم والمسيحي، مش المسلم بس، انا بقول فعلا بأكد كلام المهندس هاني، لازم الكل يفوق، الخطر جاي على الكل، النار شبت وحتوصل بيوت الكل، الرصاصة اللي موتت الإسلامي في ربعة أو المصري اللي كان ثائر في ربعة هي اللي موتت الغلبان اللي راح يشجع كورة قدام استاد الدفاع الجوي. صحيح. هي دي مشكلة كبيرة، وهو بفعل السيسي نفسه هو اللي مات في ليبيا، الغلبان اللي راح عشان يأكل من عرق جبينه، اللي راح عشان يشتغل في المعمار ولا يشتغل يزرع ولا يعمل أي حاجة، لأنه الآن أصبح حتى أهلي مش قادرين يستلموا جثته. طيب باشمهندس، هو الزملاء أعدوا لنا تقارير حول ما حدث للمصريين داخل الأراضي الليبية، ولكن كنت قرأت خبر قبل أسابيع بيتحدث أن في مصريين كانوا يتسللون الحدود الليبية حتى يستطيعوا الدخول والعمل هناك، يعني رغم كل المآسي اللي بتحصل في ناس بتسافر وتضحي بحياتها عشان تعرف تلاقي لقمة عيش. التقرير